أخطأت أؤخر حملك سيدتي. يعرف تأخر الحمل بأنه عدم مقدرة الزوجين على الحمل بعد مضي 12 شهرا من العلاقة الزوجية المنتظمة وبدون استعمال أي وسيلة لمنع الحمل. تحتاج مرحلة التخطيط للحمل للانتباه لبعض الأمور، وكما نعلم فإن تأخر الحمل قد ينجم عن كثير من الأسباب والأمراض العضوية، لكن بعض الأمور البسيطة غير المرضية والتي يجهلها الكثير من الناس قد تؤثر سلبا على فرص حدوث الحمل. وبالمقابل فإن أمورا أبسط تسهل الحمل وتغني عن الكثير من الاستقصاءات التي تجرى عادة عند تأخر الحمل. أخطاء تؤخر الحمل. أولا، الخطأ في حساب أيام التبويض التي تختلف عادة من امرأة لأخرى وعند نفس المرأة من شهر لآخر. ثانيا، عدم اتخاذ وضعية الاستلقاء الظهري وعدم وضع وسادة تحت مقعد المرأة أثناء الجماع لمنع خروج السائل المنوي من المهبل. ثالثا، القيام السريع للاستغسال بعد الجماع مما لا يعطي الفترة الكافية للحيوانات المنوية للوصول إلى عنق الرحم ومنه إلى جوف الرحم. رابعا، استعمال المزلقات أو المرطبات المهبلية والتي قد تؤثر على حيوية الحيوانات المنوية. خامسا، التركيز على وقت التبويض فقط في ممارسة العلاقة الزوجية بهدف تجميع الحيوانات المنوية، وهذا خطأ شائع مما يقلل من احتمالات الإخصاب، لأن الكثير من النساء يخطئن في حساب أيام التبويض الخاصة بهن. سادسا، الإفراط في ممارسة العلاقة الزوجية بهدف الحمل مما يؤدي بعد فترة إلى ملل الشريكين وقد لا يمارسانها في يوم التبويض الحقيقي. سابعا، التأخر في استشارة الطبيب في بعض الحالات الهامة كالأمراض المنتقلة جنسيا وسوابق الإجهاض أو الحمل خارج الرحم. كذلك تنصح الزوجة التي تجاوز عمرها 35 عاما باستشارة الطبيب بعد مرور 6 أشهر فقط على محاولة الحمل. ثامنا، القلق الزائد حول تأخر الحمل قبل مضي عام كامل على الزواج، خصوصا إذا كانت الدورة منتظمة وعمر المرأة أقل من 35 عاما. تاسعا، إهمال الصحة العامة للزوجين خصوصا ما يتعلق بالوزن والنظام الغذائي والعادات غير الصحية كالتدخين والمشروبات الكحولية مثلا. عاشرا، الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الصحة الإنجابية عند الزوجين، فجميع الوظائف المتعلقة بحدوث الحمل يتحكم فيها المخ. ومن الأمثلة على ذلك مرض الاكتئاب الذي يقلل من فرصة حدوث الحمل بشكل كبير. وأخيرا، ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يؤثر بشكل سلبي على معدلات الخصوبة لدى الرجال بشكل خاص، فيؤدي ذلك لارتفاع حرارة الخصيتين، وهو ما يتسبب في انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعفها. يقاس على ذلك العمل في الأجواء الحارة أو التعرض للحرارة الشديدة كالعمل في الحمامات والصونا.